من جانبه قال وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز في تصريحات لأون لايف إن مصر ستستضيف كأس العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في يناير عام 2021 بمشاركة 24 دولة، لافتا إلى أن البطولة ستقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة. مصر نجحت في استضافة بطولة كأس العالم للكبار لكرة اليد اللي هتقام إن شاء الله في مصر في يناير عام 2021، وكان من ضمن الملف المقدم من مصر لاستقدام هذه البطولة إن احنا يكون عندنا عدد من الصالات المغطاة اللي بتستوعب عدد من الجماهير في ما بين 5000 إلى 6000. احنا عندنا صالة كبيرة مغطاة في استاد القاهرة، واحدة من أشهر الصالات الموجودة في المنطقة. عندنا كمان دلوقتي بيتم بناء صالة كبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة، في المجمع الرياضي اللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، وإن شاء الله خلال سنة من دلوقتي يكون جهزت.